ايه الاساسيات اللي لازم نراعيها واحنا بنعمل اي تمرين عشان ما نتعرضش لاصابه؟ قبل دايما ما ابدا اي تمرين لازم اتاكد من دايما بحط اللي هو السيفتي بتاعي، اللي انا بعرف التمرين ده اساسا هو بيشتغل على انهي عضله. والتشريح العضلي بتاع كل ايه كل تمرين. يعني مثلا سي مثلا انا بعمل تمرين للبايسبس مثلا، فمثلا ما بطلع بدراعي لفوق ببدا اقفل لفوق البايسبس وانا بنزل، دايما بقول محدش يعمل لوك دايما لايه لمفصل يعني الكوع. يعني دراعي ما يبقاش مفروض على الاخر، ما يفردش اللوك، ما يفردش ايده لغايه الاخر. فده كل ده بيسبب بعد كده على المفاصل بتاعتنا طبعا. فدايما اهم حاجه عوامل السلامه دايما في اي تمرين انا بشتغله. تمام. طيب هل لكل سن تمارينه؟ طبعا. يعني مثلا حد مرحله صغيره، مرحله عمريه صغيره، مش هيكون التمارين بتاعته زي مثلا حد شخص كبير فوق ال 40 او ال 50 سنه. كل واحد من دول بيكون البرنامج اللي هو الخاص بيه هو. فعشان كده لو حد لسه اول مره بينزل جيم او حد لسه هيمارس رياضه، فالافضل يكون متابع مع حد متخصص عشان يقدر يحط له الايه التمارين المناسبه للمستوى بتاعه هو، لان ممكن تمرين مناسب ليا انا مش مناسب لشخص تاني، بيكون مثلا عنده اصابه او عنده حاجه فمش هيقدر يعمل التمرين ده، بالعكس وهيخليه ايه يسبب له اصابه اكتر او يزود له الحاجه اللي عنده. طبعا.